Carissimi studenti del terzo anno secondario, benvenuti con noi nel nostro programma italiano. أبنائي وبناتي طلبة الصف الثالث الثانوي، أهلا ومرحبا بكم معنا في برنامج اللغة الإيطالية للثانوية العامة. بيسعدنا إن يبقى معانا السنيور محمود أستاذنا في اللغة الإيطالية. أهلا بيك سنيور محمود. اهلا بحضرتك، بنفنوتي كاري ستودنتي. أهلا بيكم أبنائي الطلبة. هنشوف احنا هنبدأ حلقة اللغة الإيطالية النهاردة بإيه. احنا كان المفروض طبعا علشان ظروف الكورونا السنة اللي فاتت في أجزاء في منهج الصف الثاني الثانوي احنا ما درسناهاش، فاحنا مش هنقدر نقول ان هي ريباستو، ان هي مراجعة. احنا هنقول ان هي أضيفت طبعا لمنهجنا السنة دي، وهي بعض الأفعال اللي هي أو بعض القواعد زي فوراي وبياتشيري وفولرشي ومترشي. هنبدأ بأن احنا هنعرف فوراي وهنشوف فوراي دي معناها ايه. فوراي دي معناها انا اريد من فضلك. طب هنشوف مع بعض على الشاشة. فوراي اونا بيتزا مارجريتا بير فافوري. فوراي اونا بيتزا مارجريتا بير فافوري. فوراي دي معناها ايه؟ معناها انا اريد من فضلك. هي صيغة مش مكررة علينا، اسمها صيغة الكونديسيوناله، ودي من ضمن استعمالاتها هي طلب الشيء بطريقة مهذبة. فافوري ونا بيتزا مارجريتا بير فافوري، أريد بيتزا مارجريتا من فضلك. فين من فضلك؟ هي مع فوري، فهي معها معنيين أريد من فضلك مع بعض. فوري انداري على تشيني ماستا سيرا، يبقى أنا عندي فوري بيجي وراها اسم، تمام. طب لما بيجي ورا فوري فيرب، الفيرب هنا لازم يجي في المصدر. طبعا انا عندي في بعض القواعد اللي هي امتى بشوف الفعل في اللغه الايطاليه في المصدر، يقول لي والله لما يكون في فعلين جايين ورا بعض، الفعل الاولاني يصرف والفعل الاخر يوضع في المصدر. في المصدر يعني ايه؟ يعني بشوف الفيرب باري وايري وايري. فعندنا هنا فوري انداري على السينما ستاسيرا، اريد ان اذهب الى السينما هذا المساء. وبرضو بستعمل هنا انه مصدر في اللغه العربيه، فهنا هقول فوري انداري على السينما ستاسيرا. vorrei diventare un medico، أريد أن أصبح طبيب. برضو هنا vorrei لما يجي وراها مصدر أو يجي وراها فعل لابد أن يوضع الفعل في صيغة المصدر، يعني باباري وإيري وإيري ولا يصرف الفعل. هنشوف قاعدة فيرب بياتشيري، وقاعدة فيرب بياتشيري مختلفة شوية عن بقية أفعال اللغة الإيطالية. فيرب بياتشيري في العادي أنا بشوفه بالتصريفين، او في المرحله الثانويه انا هشوف فيرب بياتشيري اللي هي معناها يعجب بطريقتين، هشوفه بياتشي في المفرد وبياتشونو في الجمع. طبعا قلنا ترتيب الجمله الايطاليه فاعل فعل مفعول به. فيرب بياتشيري هو الفعل الوحيد في اللغه الايطاليه اللي الفاعل بتاعه بيجي وراه، فهنا فيرب بياتشيري بيصرف مفرد بياتشي وبيتصرف بياتشونو جمع. مي بياتشي لا لينجوا ايطاليانا، مي بياتشي بتساوي بياتشي أمي لا لينجوا إيطاليانا. الفاعل هنا هي لا لينجوا إيطاليانا، عشان كده الفيرب هنا متصرف في المفرد. لا لينجوا إيطاليانا بياتشي أمي، مي بياتشي لا لينجوا إيطاليانا. يبقى إذا بعد فيرب بياتشيري مي بياتشي بلاقي حاجتين، يا مفرد يا مصدر. مي بياتشي ستودياري دا سولو، يعجبني أن أدرس بمفردي. مي بياتشي ستودياري دا سولو، يبقى انا امتى بستعمل بياتشي؟ لما يكون عندي الفيرب هنا في المصدر او يكون عندي مفرد. طيب امتى بلاقي التصريف الثاني بتاع بياتشي اللي هو بياتشونو في حاله الجمع؟ لما بيتبعه جمع، لما بيتبعه جمع. مي بياتشونو لي سباجيتي، بيعجبوني لي سباجيتي، ودي بتساوي لي سباجيتي بياتشونو امي. احنا كده بالتالي سنيور محمود ده كل ما يتعلق بفيرب بياتشيري وفوراي. تمام، فيرب فوراي طبعا اللي هو معناه يريد، متصرف مع ايو طبعا. فيرب فوراي زي كلمه ايو فوليو، بس دي ليها صيغه تمني شويه، ادب شويه. الفيرب بياتشيري طبعا بيتصرف زي ما سنيوره ايمان قالت مع الحاجه اللي بتعجبنا، اللي هي بتيجي بعدها، غالبا بتيجي بعدها زي ما قالت سنيوره ايمان. ليه شكلين، بياتشي وبياتشونو. بياتشي بستخدمها مع المفرد او المصدر، وبياتشون بتستخدم مع الجمع. تفضل يا سنيور. سنيور محمود هيشرح لنا دلوقتي فولرتشي ومترتشي. عندنا أعزائي الطلبة فيربين جداد
ويمكن هم غرب شويه في الشكل، ما تعودناش عليهم قبل كده، ما شفناهمش قبل كده. فيرب اسمه فولارتشي وفيرب اسمه ماترتشي. فولارتشي وماترتشي. طيب ايه الغريب في الموضوع؟ ان احنا تعودنا ان الفيرب في اللغه الايطاليه يبقى اخره اري او ايري او ايري. الموضوع مش غريب ولا حاجه. انا عندي فيرب فولارتشي، لو شفناه على الشاشه دلوقتي هنلاقي عباره عن فيرب فوليري اللي احنا متعودين عليه زائد بارتيتشيلا تشي، يعني بالبلدي كده فوليري زائد تشي ادونا الفيربو فولارتشي. نشوفها على الشاشه. ومتر زائد تشي بقى مترتشي. يبقى انا عندي دلوقتي فيربين، واحد اسمه فولارتشي واحد اسمه مترتشي، بالظبط الشكل. الشكل ملحوظه مهمه عايز اقولها لحضرتك، لما يكون عندك فيرب في المصدر وعندك ضمير ما ينفعش الضمير ده يجي قبله، بيجي لازق في المصدر، زي فيرب كيامارسي، زي فيرب فولارتشي، زي فيرب ماترتشي، زي ما هنشوف دلوقتي. اول فيرب عندي اسمه فولارتشي، وقلنا من شويه ان هو كانه بالظبط فوليري زائد تشي، اصبح الشكل النهائي فيرب فولارتشي. الفيرب الثاني اسمه ماترتشي اللي هو متر زائد تشي بقى ماترتشي. طيب تعالوا كده نشوف كل فيرب على حده معناه ايه، عشان الموضوع مهم جدا. هنبدا بفيرب فوليري، ده معناه ايه يا جماعه؟ بيقول لي هنا بالايطالي انديكا التيمبو نيتشيساريو بير فاري اوناتسيوني. يعني ايه فوليرتشي؟ معناها بالعربي كده عشان نفهم بعض، يلزم. كلمه فوليرتشي معناها يلزم، وخاص غالبا بالوقت الضروري لفعل شيء لانجاز حدث معين. يعني ايه؟ هقول لك حالا، نشوف الامثله. دلوقتي بيقول لي هنا ان انا لما باجي اصرفه هلاقيه بشكلين اتنين، زي فيرب بياتشيري كده اللي شرحته سنيورا ايمان من شويه. الشكل الاول اسمه تشي فولي، تشي فولي، وبيتبعه تيمبو السينجولاري. السينجولاري معناها وقت زمن في المفرد. يعني ايه زمن في المفرد؟ هو الزمن مفرد وجمع. ايوه، يعني لما اقول مثلا اونورا، اون اورا، اونورا معناها ساعه واحده يبقى مفرد. لما اقول اون مينوتو، اون مينوت دقيقه واحده، ده مفرد. لما اقول اون جورنو، يوم واحد، ده مفرد. يبقى الاقي تشي فولي وبعدها وقت في المفرد، تشي فوليونو وبعدها وقت في الجمع. يعني ايه وقت في الجمع؟ ممكن الاقي مثلا تشينكوي مينوتي، خمس دقائق، خمس دقائق جمع عشان خمسه. تري ستيماني، ثلاث اسابيع جمع عشان ثلاثه، ثلاث اسابيع. تعالوا نشوف المثال الاولاني بيقول لي ايه. بيقول لي بير انداري اسكولا تشي فولي اونورا. مثال مهم جدا عشان تفهم معنى تشي فولي. انا هنا اخترت سينيور تشي فولي على اساس ان اونورا مفرده. ايوه، تشي فولي بنختارها لما يكون الفاعل بتاعي مفرد، وقت مفرد، زمن مفرد. اونورا يعني ساعه واحده مفرد، عشان كده صرفت الفيرب بهذا الشكل زي ما احنا شايفين على الشاشه في المثال الاولاني. يبقى بيقول لي بير انداري اسكولا تشي فولي اونورا، معناه ايه باللغه العربيه؟ بيقول لي من اجل الذهاب الى المدرسه، يعني عشان نروح المدرسه تشي فولي اونورا يلزم ساعه، يعني محتاجين ساعه عشان نروح المدرسه. يبقى صرفنا تشي فولي على اساس اونورا مفرد. تعالوا نشوف المثال الثاني مع بعض على الشاشه. بير امباراري il francese ci vuole molto tempo. بيقول لي عشان نتعلم ايطالي يلزم molto tempo. ممكن طالب يقول لي molto tempo دي جمع. لا، molto tempo معناها وقت كبير، وقت طويل، بس كلمه tempo مفرد. انا بتكلم على كلمه tempo مفرد. تعالوا نشوف الشكل الثاني. بيقول لي per arrivare ad Alessandria ci vogliono tre ore. لكي نصل، من اجل الوصول الى الاسكندريه يلزم ثلاث ساعات. ليه قلت تشي فوليونو؟ عشان كلمه تري جمع، تري اوري جمع. المثال اللي بعده بيقول لي بير ليجري كويستو ليبرو، من اجل قراءه، عشان نقرا هذا الكتاب، تشي فوليونو كواترو جورني، لازمنا اربع ايام. يبقى تاني قبل ما نخش في الفيرب الجديد، قلنا فيربو فولارتشي معناه ايه باللغه العربيه؟ معناه يلزم. لما باجي اصرفه ما ببصش على الشخص، انا ببص على الوقت. لو الوقت مفرد يبقى عندي تشي فولي، لو الوقت جمع يبقى عندي تشي فوليونو. تعالوا نشوف الفيرب اللي بعده اللي هو ماترتشي، عشان مختلف تماما.
الفيربو ميترشي معناه ايه باللغة العربية؟ معناه يحتاج، عشان كده بصرفه مع البني ادمين. تعالوا نشوف كده تعريفه باللغة الايطالية بيقول لي ايه. بيقول لي انديكا il tempo necessario a una persona. دي ما كانتش موجوده في الفيرب اللي فات، كلمه a una persona ما كانتش موجوده في الفيرب اللي فات. احنا كنا المره اللي فات كنا بنتكلم على الوقت الضروري لفعل شيء، هنا بنتكلم على الوقت اللي بيحتاجه شخص لفعل شيء. يعني لو قلت انا محتاج ساعه يبقى انا الفاعل، انت محتاج ساعه يبقى انت الفاعل. يبقى ملخص الكلام عشان حضرتك تفهم وتركز وتفتكر المعلومه، شي فولي او فيرب فولرشي بيتصرف مع الوقت، فيرب مترشي بيتصرف مع البني ادمين. ده معناه يلزم، ده معناه يحتاج. يعني سينيور محمود نقدر نقول كده ان هو زي باللغه العاميه الامر ياخد مني، ياخد الامر يلزمك، ياخد منك، بالظبط ياخد كده. مننا. فاذا هو بياخد التصريف على حسب الوقت ده هياخد من مين، من مين اللي هو مين محتاج. انا بحتاج 3 ساعات، انا عايز 3 ساعات، انا يلزمني 3 ساعات. ممكن طبعا الفيرب مترش بيتصرف مع البني ادم اللي هو محتاج الوقت ده، لكن فيرب فولرش بيتصرف حسب الوقت اللي انا بتكلم فيه، اللي هو لو الوقت مفرد يبقى تشيف فولي، لو الوقت جمع يبقى تشيف فوليوم. يعني فولرتشي لتصريفين، تصريفين اتنين زي فيرب بياتشيري بالظبط، اما لكن مترش بيتصرف مع كل الاشخاص او كل الضمائر زي ما هنشوف دلوقتي. طيب نشوف على الشاشه. ادي تصريف فيرب مترشي ايو تشي مت. ولاحظنا حاجه مهمه جدا عشان برضو الطالب ما ينساش، البارتيتشيلا تشي اللي هو الضمير البرونومينالي تشي شكله ما بيتغيرش، يعني دايما تشي. تشي متو، تشي متي، تشي متي، تشي متيامو، تشي متيتي، تشي متونو. تعالوا نشوف بعض الامثله هتوضح الكلام اللي احنا قلناه دلوقتي. بير ستودياري la matematica ci metto molto tempo. ci metto الفيرب mettere اخره او يعني متصرف مع انا، مع ايو. طب الترجمه هتبقى ايه؟ بيقول لي عشان اذاكر الماتيماتيكا الرياضه انا محتاج، انا محتاج، عشان كده صرفت مترشي مع ايو، قلت ci metto molto tempo. ما بصيتش هنا للتيمبو للوقت، انا بتكلم على الضمير انا محتاج molto tempo. المثال الثاني بيقول لي بير اندار ا سكولا تشي ميتيامو اونورا، عشان نروح المدرسه احنا محتاجين. صرفنا الفيرب مع نوي، وفي المثال الاولاني صرفته مع ايو، يعني فيربو ماترش بيتصرف مع كل الضمائر. يعني انا هنا مش هاخد التصريف مفرد على اساس اونورا، لا انا بتكلم هنا على نوي، قلت تشي ميتيامو احنا محتاجين. الجمله اللي بعدها بيقول له علي تشي ميتي 3 mesi per fare il progetto. طبعا احنا اتفقنا قبل كده يا جماعه ان اي اسم شخص بعده الفيرجولا اللي على السطر دي ده بيبقى منادى، فهنا بيقول له يا علي تشي متي. طبعا الفيرب متصرف مع تو، معنى الجمله بيقول له انت محتاج 3 mesi per fare il progetto، عشان تنجز هذا المشروع او تعمل هذا المشروع. يبقى ملخص الكلام فوليرشي تصريفين اتنين بس حسب الوقت، فيربو مترشي ليه 6 تصريفات مع كل الضمائر. اتفضلي يا سينيور. طيب يا ترى هي دي كل استعمالات فيرب فولرتشي ومترشي ولا هنلاقي التري اوزي؟ طبعا احنا كاتبين التري اوزي، التري اوزي يعني استخدامات اخرى. احنا قلنا من شويه يا جماعه ان احنا بنتكلم على الوقت، احنا لما جينا عرفنا فيرب فولرتشي او مترشي قلنا بيشير الى الوقت اللازم لفعل حدث. ممكن الاقيه في بعض الجمل عشان بس لما نشوف ما نستغربش. هنلاقي هنا بعض الامثله، انا مش بتكلم على الوقت، انا بتكلم على اشياء اخرى. يعني مثلا لما اجي اقول ايه، عشان تقفل الامتحان احنا محتاجين مذاكره كتير، يبقى انا هنا ما اتكلمتش على وقت. انا ممكن مثلا اقول مثال اخر، احنا عشان نتقن اللغه الايطاليه يلزم ممارسه كتير، يبقى انا هنا ما اتكلمتش على وقت. يبقى انا بشكل عام فيرب فولارتشي او فيرب مترشي معناه يلزم او يحتاج، سواء وقت او اشياء اخرى، ولكن الوقت بنسبه اكبر. لما جورانسا ديلي فرازي ديل فيربو فولارتشي اي مترشي هنلاقي فيها الوقت هو الاساس.
الجملة الأولى يا سينيورا بتقولي بير ستودياري لا ماتيماتيكا تشي متو مولتا باتيانسا. يعني إيه الكلام ده؟ بيقولي عشان أذاكر الرياضة تشي متو أحتاج، أنا محتاج مولتا باتيانسا، صبر كتير. اتكلمت هنا على كلمة باتيانسا مش على وقت، ما اتكلمتش على وقت. تعالوا نشوف المثال الآخر. بيقولي per parlare bene l'italiano ci vuole tanta pratica. Per parlare bene l'italiano ci vuole tanta pratica. بيقولي عشان اتكلم ايطالي كويس او عشان نتكلم ايطالي كويس in general يعني في العموم ci vuole tanta pratica، يلزم ممارسة كتيرة. اخر مثال عندي بيقولي ci vogliono tre persone per formare una band. ci vogliono يلزم tre persone، ثلاث اشخاص، per formare عشان نكون una band يعني فرقة موسيقية صغيرة اللي احنا خدناها قبل كده الكلمة دي باند. طيب جميل سينيور، احنا كده بنتهيألي شرحنا شرح وافي القواعد اللي المفروض كانوا الطلبة درسوها السنة اللي فاتت. شرحنا فورايف، شرحنا بياتشو بياتشونا، شرحنا مترتشي، وشرحنا فولارتشي. دلوقتي يا أبنائي الطلبة ممكن ناخد مع بعض إزرشيتسي تمارين، تفضلوا. هنشوف هنا في إزرشيتسي أول تمرين، فوراي إن بيبليوتيكا بير ستودياري. يا ترى الاختيارات اللي عندنا، فوراي أندياامو، فوراي فاي، فوراي أنداري. هنا هناخد فوراي أنداري. هنفكر مع بعض، مي ستودياري للينجو استرانييري. الاختيارات اللي عندي، مي بياتشيري، مي بياتشي، مي بياتشونو. انا هلاحظ ان انا في بعد البونتيني بعد النقاط هلاقي فيرب في المصدر. كنا قلنا مع بعض امتى باخد الفيرب في المصدر، في بعض الحالات يا ترى بياتشيري، يا ترى بياتشي، يا ترى بياتشونو. كنا قايلين من ضمن استعمالات بياتشي بيجي وراها مفرد او مصدر. انا عندي هنا مصدر، يبقى اذا انا هنا هقول مي بياتشي ستودياري للينجوي سترانييري. اتمنى ان انتوا تراجعوا تاني وتعيدوا تاني وتشوفوا احنا على اي اساس بنختار. الجمله اللي بعدها، الارا تانتو اي فيستيتي فيرماتي. الارا تانتو اي فيستيتي فيرماتي، بياتشي، بياتشونو، بياتشي. احنا دايما اختياراتنا بتبقى بين بياتشي وبياتشونو. طبعا انا هنا عندي اي فيستيتي فيرماتي. طيب تانتو دي ده ظرف كمية، الفيربو دي كوانتيتا معناها جدا، فهنقول ألارا بياتشونو اي فيستيتي فيرماتي، بيعجبوا لورا أو بيعجبوا لارا الملابس السينيه أو الأصلية. علي كوزا تي مانجاري أتشينا. يا ترى هنقول لعلي كوزا تي بياتشي، كوزا تي بياتشونو، ولا كوزا تي بياتشي. قلنا برضو احنا اختياراتنا بتبقى بين بياتشونو وبياتشي. طيب يبقى انا عندي هنا فعل في المصدر، افتكر على طول ان انا قلت بعد بياتشي مفرد او مصدر، وبعد بياتشونو جمع، مانجاري فيربو في المصدر، فهنا هقول علي كوزا تي بياتشي مانجاري اتشينا، وتشينا معناها العشاء. علي ستودنتي مولتو الايطاليانو. مولتو برضو ظرف كميه معناها جدا، فانا هنا بتعامل مع الايطاليانو على طول. قال ستودنتي، يا ترى هقول بياتشونو عشان هي ستودنتي؟ لا، احنا فيرب بياتشيري بنبص للكلمه اللي جايه وراه. قال ستودنتي بياتشونو مولتو، ولا بياتشي مولتو، ولا بياتشيري مولتو. انا ما بستعملش بياتشيري لان ما عنديش اي سبب يخليني استعمل فيربو في الانفينيتو. انا هنا اختياراتي بتبقى ما بين بياتشونو، وبياتشونو لازم وراها تكون كلمه جمع، بياتشي مفرد او مصدر. انا عندي هنا الايطاليانو مفرد، فهقول agli studenti piace molto l'italiano. ragazzi quanto tempo per finire l'esame. ragazzi quanto tempo per finire l'esame. يا ترى هنا هقول ci mette، ci mettete، ci mettono. طبعا السنيور محمود كان شرح لنا verb metterci، وقال لنا ان انا عندي هنا verb metterci بيصرف، فانا هقول راجاتسي، طبعا في فيرجولا هنا يعني ده منادى ومنادى جمع، يبقى انا هقول راجاتسي كوانتو تيمبو
تشي متيتي بيرفينيري بزعمة. يا شباب يلزمكم وقت قد ايه عشان تخلصوا الامتحان؟ يبقى اذا هنا يلزمكم انتم، فالفعل هنا بيصرف مع السوجيتو. السوجيتو عندي هنا منادى جمع، يبقى فو يبقى تشي متيتي. Per superare l'esame studiare tanto. Per studiare l'esame studiare tanto. Ci voglio ولا ci vogliono ولا ci vuole. برضو السينيور محمود كان شرح لنا دلوقتي وقال لنا فيرب فولير تشي بيصرف بطريقتين، تشي فوليونو تشي فوله، وقال ان تشي فوله بيجي لما يكون وراها مفرد او بيجي مع اكسبريشنز او بتيجي فتره زمنيه مفرده. يبقى بير ستودياري ليزامي تشي فولي ستودياري تانتو، عشان نعدي الامتحان يجب المذاكره كثيرا، لازم نذاكر كتير. Solo 5 minuti per preparare la cena. Solo 5 minuti per preparare la cena. هنشوف الاختيارات. Ci vogliono ولا ci vuole ولا volerci. طبعا أنا عندي هنا 5 minuti دي جمع، solo معناها فقط، فإذا أنا هنا بتعامل مع كلمة جمع، ونتفق إن بعد verb volerci ci vogliono ولا ci vuole، بما ان عندي 5 minuti جمع يبقى هقول ci vogliono 5 minuti per preparare la cena، يستلزم الامر 5 دقائق لتجهيز العشاء. هنشوف بعض المعلومات الاثرائيه عن الحضاره الايطاليه، وهنشوف هنا الوجبات الرئيسيه بالنسبه للايطاليين، هم ما بيختلفوش عننا كتير، وعندهم 3 وجبات رئيسيه، لازم نبقى عارفين الوجبات الرئيسيه. اي باستي برينشيبالي، ومعنا السنيور محمود هاي يعرفنا على اي باستي برينشيبالي، الوجبات الرئيسيه عند الايطاليين. اتفضل يا سنيور. كاري ستودنتي، اعزائي الطلبه، لازم نعرف الاول ان في فرق كبير جدا ما بين ثقافه كل شعب، والثقافه دي الاختلافات دي بتظهر اكتر حاجه بتظهر فيها الاكل، طبيعه الاكل، مواعيد الاكل، نوعيه الاكل، كل العادات والتقاليد الخاصه بالسفره او الاكل او المطبخ او الكلام ده بتوضح بتظهر الاختلاف ما بين الشعوب والاخرى. تعالوا نشوف. طبعا السنيوره ايمان قالت لنا عنوان اسمه اي باستي برينشيبالي، يعني ايه؟ الوجبات الرئيسيه. زي عندنا بالظبط، عندنا ابيامو تري باستي برينشيبالي نيلا جورناتا ان ايطاليا، عندنا 3 وجبات رئيسيه في اليوم في ايطاليا. حاجه اسمها كولاتسيوني، كولاتسيوني فطار، حاجه اسمها برانسو الغداء، حاجه اسمها تشينا العشاء. كل حاجة من دول ليها مواعيد. في وجبة رابعة طبعا مش مكتوبة لأنها مش برينشيبالي، ما بتعتبرش رئيسية، يعني اسمها إيه؟ اسمها ميريندا. ميريندا دي معناها التصبيرة، اللي هي أكلة خفيفة ما بين الوجبات الرئيسية، لو الواحد في المدرسة أو الشغل أو الكلام ده، الساندوتش اللي بتاكله في الفسحة ده اسمه ميريندا، حضرتك بتعمل الصبح قبل ما تنزل حاجة اسمها كولاتسيوني، ولما ترجع من المدرسة أو من الشغل بتاكل حاجة اسمها برانسو، وبالليل حاجة اسمها تشينا. هنشوف على الشاشة دلوقتي، هنقرا كده جزء صغير جدا بيتكلم على الوجبات الرئيسية دي. تعالوا نشوف أول جزء معانا. اتفضلي يا سنيورة، هاتي لي الشاشة بعد إذنك. احنا على بال ما الشاشة تجهز، احنا متهيألي عندنا الميرندا في مصر كتير، احنا بناكل وجبات بين الوجبات كتير، فاحنا عندنا التصبيرة دي حاجة أساسية. لا ميرندا سي كونسوما تانتو. اتفضل. أول حاجة عندي حاجة اسمها كولاتسيوني. تعالوا نشوف مكتوب إيه، بيقول لي أكازا سي كونسوما اونا بيفاندا كالدا. بيقولي في البيت، طبعا في ناس كتير بتفطر في البيت، في ناس بتبقى كلها نازله جامعه شغل مدرسه فما بيلحقوش يفطروا في البيت. هو بيقولي هنا في البيت بنستخدم الفطار او بناكل ايه في الفطار؟ بيقولي سي كونسوما اونا بيفاندا كالدا، مشروب ساخن. زي ايه؟ قال لي كافيه لاتي تي، قهوه لبن شاي، كون اون دولتشي مع حاجة حلوة. زي ايه؟ قال لي بيسكوتي، بيسكوتي او باني بورو اي مارميلاتا. حاجة حلوة زي ايه؟ قال لي ممكن بسكويت او عيش بزبدة ومربى مثلا. مولتو ديفوزا اي انكي لابيتودني دي فاري كولاسيوني فوري كاسا البار. بيقول لي من المعتاد، حاجة منتشرة جدا في ايطاليا، ان انت ممكن تفطر مش في البيت، في البار لو انت مستعجل. تعالوا نشوف الشاشة اللي بعدها. في البار ممكن ناخد ايه؟
بيقول لي البار سي كونسوما نستهلك بناكل يعني جنرالمنتي بشكل عام اون كابوتشينو او اون كافي اسبريسو تاخد كابوتشينو او كافي اسبريسو كون اون كورنيتو كورنيتو ده اللي هو الكرواسون ريبينو دي كريما او مارميلاتا او شوكولاتو بيبقى محشي جوه بالكريمه او المربى او الشوكولاته. يبقى الفطار عندنا ممكن تفطر في البيت حاجه سخنه مع حاجه حلوه، ممكن بره في البار لو انت مستعجل تاخد مشروب ساخن برضو مع كرواسون بالكريمه او الشوكولاته او المربى. استاذه ايمان طبعا هتشرح لنا الغدا. هنشوف دلوقتي السيكوندو باستو، الوجبه الثانيه هي وجبه البرانسو الغذاء. لورا ديل برانسو انتورنو اللونا. ميعاد الغدا حوالي الساعة 1. كي برانسا كازا دي سوليتو مانجا اون بريمو بياتو سبيسو ا بازي دي باستا او ا نورد ايطاليا دي ريزو. في الغالب الناس اللي بتاكل في البيت الغدا بتاعهم بيقسم لطبق اول على حسب الناس في ايطاليا، في ناس بتاكل مكرونات، في ناس بتاخد في الشمال بتاخد رز. اي اون سيكوندو بياتو دي كارني او بيشي او اوفا كون اون كونتورنو دي فيردورا انفينا لا فروتا اي الكافي. الناس هناك في ايطاليا في وجبه الغداء بيقسموا الاكل بتاعهم لطبق اول، ده بيبقى طبق النشويات رز مكرونه، الطبق الثاني بيبقى طبق اللحوم، طبق اللحوم بيبقى لحمه او سمك او بيض او طبعا دجاج، وبيكون معاه في الغالب خضار، خضار سوتيه انفيني لا فروتا الكافيه، وفي النهايه بيبقى معاه الفاكهه ومعاه القهوه. اخر وجبه هي لاتشينا وجبه العشاء. اتشينا سي مانجانو ان جينيري اليمنتي ليجيري. في العشاء الناس بتاخد حاجات خفيفه كومي زوبا انسالاتي فورماجي فيردورا اي فروتا. افولتي سي كونسومانو انك اي تشيبي ديل برانسو. في العادي الناس بتاخد الوجبات في العشاء حاجات خفيفه، تاخد شوربه، بتاخد سلطه، جبن، خضار، فاكهه، واحيانا كمان الناس في العشاء بتاكل الوجبات اللي هي اخدوها في الغد. دي التلات وجبات الرئيسيه بالنسبه للايطاليين، الفطار والغدا والعشاء. اعتقد كده ابنائي الطلبه ان احنا قدرنا نتعرف على بعض المعلومات القليله الاثرائيه عن الايطاليين، وبكده بننهي حلقتنا النهارده. اتمنى ان هي تكون حازت على اعجابكم واستفدتوا منها. نشكر جدا استاذنا السنيور محمود فؤاد. جراتسيا ليه سنيور ايمان، شاكر جدا لحضرتك والطلاب الاعزاء على حسن الاستماع، وعايزين نقول لحضراتكم ان احنا بنبقى مبسوطين جدا واحنا معاكم. تشاو، الله بروسيما سيتيمانا. الله بروسيما فولتا، الله بروسيما سيتيمانا.